قوم للمغرب ونتعرف مع زميلنا كريم أحمد على اللمسات الأخيرة، اليوم الأخير ما قبل بداية المرحلة الأخيرة في تتويج الأهلي إن شاء الله باللقب ال11 في تاريخه من دوري أبطال إفريقيا. زميل عزيز كريم أحمد من داخل مقر إقامة فريق النادي الأهلي معانا على الهواء مباشرة من كازابلانكا. مساء الخير يا كريم. مساء الخير عليك زميلي العزيز أحمد سمير، كل التحية ليك ولكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الأهلي العظيم. قبل ما اخش في النهارده وقبل ما اخش في اليوم الاخير لسعادة النادي الاهلي، عايز اعرف تفاصيل منك يا كريم، ايه اللي حصل امبارح لبعثه النادي الاهلي او حوالين مقر بعثه النادي الاهلي واقامته؟ يعني طبعا زي ما بنقول طبعا في البدايه بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي، مباراه صعبه جدا لكن ثقتنا كبيره جدا في كل اللاعبين والجهاز الفني. يمكن انت لمست نقطه مهمه لكن هي اعتياديه الحقيقه على فريق النادي الاهلي بقيمته الكبيره وبوعي لاعبيه. يعني يمكن كان امس في يعني الساعه 3 الساعه 4 طبعا توقيت الكازابلانكا بعض الجماهير جت حوالين الفندق، كلاكسات، اصوات عاليه، السيارات بتقوم ببعض الامور كده. يعني هي من وجهه نظرهم ان ده ممكن يسبب ازعاج للاعبين، ان هو ممكن يوتر اللاعبين شويه، ممكن لعيبه ما تعرفش تاخد راحتها من النوم. لكن اللي انا باكده لك وباكده لجمهور النادي الاهلي، الامور دي معتاد عليها فريق النادي الاهلي، وانا عايز اقول ان لعيبه النادي الاهلي عندها هدف وحيد مهما كانت كل الظروف المحيطه بفريق النادي الاهلي من مضايقات شفناها ولسه كمان ممكن تشوفها من خلال تحركنا من هنا من فندق الاقامه وحتى الوصول الى مركب محمد الخامس. كل الامور دي الحقيقه فريق النادي الاهلي فاصل نفسه تماما، هو مركز فقط لغير في ان هو يرجع من هنا بالكاس عشان يفرح الشعب المصري ويفرح جمهور النادي الاهلي. دي نقطه مهمه جدا الكل بيتكلم فيها. جمهور النادي الاهلي الحقيقه شيء عظيم جدا جدا، لما بتشوف الهايلايتس وبتشوف اللقطات طبعا اللي بتذاع من خلال شاشتنا شاشه قناه النادي الاهلي على تجمعات الجماهير على هتافهم اللاعبين على حرصهم الكبير جدا ان هم يكونوا موازرين لفريق النادي الاهلي في مباراه واحده من اهم المباريات وهي الاصعب في مشوار البطوله، مباراه نهائيه امام الوداد. مش هنتكلم على ذكريات على قد ما احنا هنتكلم على المستقبل. ان شاء الله باذن الله لعبتنا قادره ان هي تعود بالبطوله. النادي الاهلي متقدم، النادي الاهلي وصاحب الافضليه، النادي الاهلي يمتلك سكواد اكثر من رائع في هذه المباراه، كل اللعيبه جاهزه زميلي احمد، معنويات مرتفعه بشكل كبير جدا. مجلس اداره النادي الاهلي وحرصه الكبير على الدعم والمسانده، يمكن زي ما قلنا وصل الدكتور محمد شوقي عضو مجلس الاداره بصحبه ايضا كمان الاستاذ محمد الضماطي، الكل متواجد الكل متكاتف في هذه المرحله وفي هذه المباراه تحديدا. لاعبي النادي الاهلي مع مستر كولر تم التحضير الفني بشكل مميز جدا من خلال التدريبات، من خلال المحاضرات، من خلال زي ما اكدنا وقلنا الاجتماعات اللي جمعت اللاعبين. سوليا كان ليه دور مهم جدا، علي معلول، الشناوي، محمد دهاني، رامي ربيعه، كل الحقيقه كباتن فريق النادي الاهلي ليهم دور مهم جدا، اتكلموا مع بعض على اهميه هذه المرحله. عشان كده بنقول الثقه اللي بنقولها على لاعبي النادي الاهلي مش من فراغ، لان شايفين في عيونهم الحماس، شايفين الجديه، شايفين الرغبه. ربنا سبحانه وتعالى بس يعني يوفقنا ان شاء الله في المباراه في ال 90 دقيقه في السيناريو اللي اكيد مستر كولر محضره، ممكن تقابل سيناريوهات عديده جدا ما تبقاش في ذهن اي حد. عشان كده ان شاء الله باذن الله نستطيع ان احنا نحرز هدف. الراجل بياكد بشكل كبير جدا على الكره الثانيه، على الارتداد العكسي، على التمركزات، ازاي ان انت تقسم المباراه بشكل كبير، نظري بشكل كبير جدا بيقولوا اللعيبه، عملي بيطبق في التدريبات. تدريب الامس الحقيقه كان طيب جدا وجيد جدا في التحضير، لكن يهمنا بقى النهارده ان شاء الله باذن الله. عايز اقول لك ان هتكون في محاضره فنيه اخيره لمستر كولر في الخامسه والنصف مساء طبعا بتوقيت كذا، ومنها مباشره التوجه الى مركب محمد الخامس. الملعب يعني من 5 لـ10 دقائق من فندق الاقامه، مع وجود التامين ان شاء الله باذن الله نصل بسلامه الله ان شاء الله باذن الله. انت عارف ممكن يكون في تكدسات كبيره جدا بره الملعب 4 دقائق، لكن ممكن يتسع عن كده شويه كمان في التكدسات اللي ممكن تكون امام الجماهير. لكن ان شاء الله باذن الله ثقتنا كبيره جدا في اللاعبين وفي جمهور النادي الاهلي وفي مستر كولر، ويا رب ان شاء الله تكون البطوله ال11 من نصيب النادي الاهلي. طيب النهارده عرفت انه اندرياس اندويا عمل تمرينه خفيفه جوه الفندق، جوه مقر اقامه الاهلي الصبح، وبيتهيألي دي المرة الأولى من نوعها. يمكن طبعا يعني أنت بتسافر مع الفريق كتير فممكن تكون أدرى بكل التفاصيل المرتبطة بساعات الأهلي في الماتشات الخارجية، هل دي المرة الأولى؟ وإذا ما كانتش عايز أعرف منك التفاصيل، وإذا كان عندك أسباب في قصة إنه يبقى في تمرينة خفيفة الصبح. لا يعني يمكن هقدر اقول لك احمد، يمكن هي دي معتاده الحقيقه من مستر كولر تحديدا، هو ليه فكر بيطبقه بقاله فتره، سواء في مباراه بطوله الدوري العام صباح يوم المباراه بيكون في فقره بدنيه بسيطه جدا، يعني هي طبعا فيها جزء علمي بشكل كبير، فيها ايضا كمان القياسات اللي اتكلمنا عليها قبل كده وقلنا قياسات الجي بي اس وامور عديده جدا. الراجل معتاد على هذا الامر، هو ما بيبقاش في تدريب بحجم الجرعه التدريبيه على قد ما هي بتكون في امور بسيطه بيطبقها طبعا في الدوري الاوروبي، بتطبق بشكل كبير جدا، الراجل معتاد عليها. تيتسن الحقيقه هو اللي بيكون
او اندرياس طبعا من خط الاحمال هو اللي بيكون يعني مشرف على هذا الامر. النهارده يمكن كان صباح اليوم كان في هذا التدريب الخفيف جدا، لكن ده امر معتاد زميلي احمد، بيساعد بشكل كبير جدا على اللاعبين ان هو ياهلهم نفسيا ايضا كمان، يتكلم معاهم ويخلي العضله مهيئه طبعا المباراه، لان بيكون في ضغط اكيد على اللاعبين مهما كان الوعي الكبير عند لاعبي النادي الاهلي، لكن مباراه بحجم هذه المباراه بتسبب شويه ضغط شويه، فيمكن الامور العلميه مهمه جدا. عندنا جهاز فني اكثر من رائع ما بيسيبش اي شيء، يا رب ان شاء الله كل التحضيرات تكلل بالنجاح من نصيب النادي الاهلي بمشيئه الله زميلي. طيب احنا تاني مره كلاكيت، تاني مره اهلي وداد في النهائي. السنه اللي فاتت اتحرمنا من يكون في يعني فكره التكافؤ الفرص، وان احنا نلعب على الاقل في ملعب محايد لو ما كانش في مباراه ذهاب واياب. هل شايف انه شكل الحاله عموما المغربيه في سفريه الاهلي المره دي مختلفه عن المره اللي فاتت؟ الانطباعات عند الاشقاء المغاربه، وسائل الاعلام، الاعلام الرياضي بيتكلموا ازاي عن ماتش النهارده يا كريم؟ بالتاكيد طبعا، يعني هي مش هنقول في اختلاف كبير، لان انت عارف طبعا يعني هو الفكر هنا واحد، فكر الوداد او فكر الرجاء، سواء باللاعب الوداد باللاعب الرجاء، هو فكر واحد، الاسلوب واحد، حتى الاخبار اللي بيتناولوها هنا في المغرب بتكون يعني يعني سيستم واحد او شكل واحد او ميه واحده زي ما بنقول، مفيش متغيرات كثيره جدا في هذا الامر. لكن يمكن انا بقول لك باكد على نقطه مهمه جدا، هو تحركنا من فندق الاقامه الى ملعب المباراه. يمكن احنا متواجدين في وسط المدينه، في جمهور الوداد بيتوافد بشكل كبير جدا، بيكون في المناوشات البسيطه بين الجمهورين، الاشارات المعتاده، علامات النصر، لكن بنامل مع تحرك لاعبي النادي الاهلي ومع تحرك الجمهور، لان البعثه كلها تتحرك بالكامل. ده امر مهم جدا، ان شاء الله باذن الله يكون الجانب الامني المغربي مهيئ هذا الامر بالتنسيق طبعا هنا مع مجلس اداره النادي الاهلي، وصلنا لملعب المباراه يكون بهدوء ويكون في امان. ايضا كمان اتكلمنا على تمركز اللاعبين اللي خارج القائمه، بعثه النادي الاهلي اللي هتكون متواجده تامينها يكون ازاي، احنا هنقعد خلف طبعا دكه النادي الاهلي اللي هيكون في مركب محمد الخامس بجانب جمهور النادي الاهلي. الامور دي بالنسبه لنا بتهمنا بشكل كبير جدا، وده اللي منتظرين ان احنا نشوفه. الاجواء ممتازه حتى هذه اللحظه بمعنويات مرتفعه بحماس من جمهور النادي الاهلي، يتبقانا ان شاء الله باذن الله كرم ربنا سبحانه وتعالى في التوفيق لكل اللعيبه من نص فرصه تقدر تجيب، ويا رب ان شاء الله باذن الله يحقق النادي الاهلي البطوله ال 11. خليني اسالك على يعني اجواء ما قبل المباراه. الكلام انا عارف طبعا ان لعيبه الاهلي عندها من الخبره الكافيه للتعامل مع كل ما هو خارج محيط ال 90 دقيقه، لكن خليني اسالك مثلا في من ناحيه الوداد المغربي، هل في اخبار تتعلق بغيابات؟ هل في اخبار تتعلق باختلاف في طريقه اللعب او التشكيل اللي بدا بيه الفريق في ماتشه الاول او الجوله الاولى مع الاهلي في القاهره؟ بالنسبه للاهلي ولا بالنسبه للرجاء؟ لا بالنسبه للوداد. بالنسبه للوداد قصدي ولا لا بالنسبه للوداد يا كريم؟ يعني انا عارف تماما يعني انه بصرف النظر عن تشكيل وطريقه اللعب، لكن يهمني اعرف لو عندك اخبار عن فرقه الوداد في ماتش النهارده. يعني بالتاكيد طبعا هو بيعلنوا عن بعض الاصابات اللي بالتاكيد هنشوفها النهارده، يعني يمكن الناس اتكلمت على المترجي مش هيكون متواجد وعدد كمان من اللاعبين، لكن هم عندهم برضو ذكاء في التناول الاعلامي، ما بيقولكش كل اللعيبه المصابه عنده، ما بيعلنش هذا الامر، ممكن يعلم في خبر او اتنين ان عدد من اللعيبه هيكون غايب، وبتلاقيهم في ارضيه الملعب وبتلاقيهم بيشاركوا. عشان كده بقول لك الامور دي يعني لعيبه النادي الاهلي ما بيلتفتش انتباه هذا الامر خالص، اي حد هيكون متواجد لو 12 لعيبه موجودين في الملعب النادي الاهلي عنده هدف وعنده امل كبير جدا ربنا يكون مع الطاقم التحكيم، ايضا كمان مهم جدا وليه دور كبير جدا، ده اللي بيركز فيه لعيب النادي الاهلي. لكن عايز اقول لك يعني لعيبه النادي الاهلي ما بتركزش في التشكيله الخاصه بيه الرجاء، احنا كمان بنحاول ان احنا نوصل للمعلومات، لكن يعني في تحفظ شويه بالنسبه لهم، او بيحاولوا ان هم يخفوا بعض الشكل العام. الناس بتتابعنا من خلال شاشه قناه النادي الاهلي وبياخدوا مننا بعض المعلومات، بنحاول ان احنا نصل لاي معلومه، هم عندهم ذكاء شويه في هذا الامر. لكن باكد لك زميلي احمد ان شاء الله باذن الله مجهود النادي الاهلي مش هيضيع حاضر ان شاء الله من خلال التحضيرات اللي فاتت، ويا رب ان شاء الله النادي الاهلي يعود منتصر من كازابلانكا من الدار البيضاء. خليني اسالك كريم بمناسبه كلام على بملاك سيما حكم مباراه النهارده، هل حسيت انه في اي انواع من الضغط؟ هم الحقيقه يعني اشقاء في المغرب العربي عموما، يعني تونس، الجزائر، المغرب، بيجيدوا التعامل مع فكره الضغط على اطقم التحكيم. هل حسيت بده في الايام اللي فاتت سواء في وسائل الاعلام، برامج تلفزيونيه، ولا ما كانش في تركيز على الجزئيه دي؟ يعني احنا شفناها في المؤتمر الصحفي بالاسئله الحقيقه اللي وجهت لمستر كولر بانه ضغط على الحكم، ويمكن تصريحاته كانت
على بملاك سيما، هي كلها تصريحات الحقيقه يعني كانت بتحاول ان هي توتر شويه الجهاز الفني تحديدا مستر كولر الشناوي، لكن مفيش ضغط خالص. يمكن الراجل اتكلم على حقوق النادي الاهلي، حق الراجل قال له يمكن لاعب اخر واحد في الملعب بيقطع الكوره بايده بتعمد لابد ان هي تكون كارت احمر، الراجل ما ضغطش. وهنا يمكن اكيد طبعا بيكون في النادي الاهلي بيضغط، بيحاول ان هم يعني ينشروا بعض الاخبار البسيطه اللي ممكن توصل لعدد من الجماهير ممكن يكون سنهم صغير شويه ما يستوعبش هذا الامر، ان النادي الاهلي بيضغط، ان النادي الاهلي قدم شكوى وفي الحكم، ان النادي الاهلي بيضغط على طاقم التحكيم. زي ما بقول لك يعني بملكه سيما اكيد بنتمنى له التوفيق النهارده يكون عادل في المباراه، وده اللي قاله الحقيقه مستر كولر في المؤتمر، وده اللي بيقوله كل لاعبي النادي الاهلي، احنا عايزين حقنا فقط لا غير. الكور اللي يشوفها يحسبها، عندنا فار لابد ان احنا يرجع للفار في اي كوره. عشان كده بقول لك يعني ما كانش فيه ضغط على قد ما هو كان فيه حرص كبير جدا ان النادي الاهلي ياخد حقه من خلال اي احاديث بتقام سواء مع الكابتن سيد عبد الحفيظ، مع مستر كولر، مع اي حد من بعثه النادي الاهلي. عشان كده ان شاء الله باذن الله كل التوفيق لفريقنا مملكه سيما النهارده وطاقم التحكيم بالكامل، يا رب ان شاء الله باذن الله يخرج بالمباراه بشكل يليق بالكره الافريقيه ويليق بنادي الوداد ولا النادي الاهلي، لكن ان احنا يعنينا ان النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله يخرج من هذه المباراه منتصر مرفوع الراس راجع مصر ان شاء الله باذن الله ببطوله تكون غاليه جدا جدا على كل جمهور النادي الاهلي. البعثه اتفرجت امبارح الفريق مع الجهاز الفني، يعني اتفرجوا على ماتش نهائي دوري ابطال اوروبا؟ يعني لا ما اقدرش اقول لك كده، لان يمكن هذا التوقيت كان تدريب بفريق النادي الاهلي شغال، تدريب كان 8 طبعا بتوقيت القاهره كانت 10، يعني نفس ميعاد المباراه. يعني احنا كنا بنتفرج على لقطات بسيطه، كل كان بيسالنا بقى بعض اللعيبه كانت بتسال يعني مين جاب هدف، دي بروين اتطرد ولا ايه، امور عاديه جدا، لكن كلها الحقيقه على هامش المران كده، هم طالعين المران لكن مجرد دخول فندق الاقامه الامور كلها بتكون مختلفه بشكل كبير، فرض التركيز في فندق الاقامه امر مهم جدا. عشان كده بقول لك ان شاء الله باذن الله كل الثقه والدعم الكبير جدا للاعبين، لمستر كولا، لمجلس اداره النادي الاهلي، للكابتن محمود الخطيب اللي يمكن ارى اللي فاتحه فيه مركب محمد الخامس مع لاعبي النادي الاهلي في البدايه، لقطه كانت مهمه جدا تصل للجماهير بشكل كبير ووصلت لاعبي النادي الاهلي. هنعود ان شاء الله باذن الله من كازابلانكا منتصرين بمشيئه الله زميلي احمد. ان شاء الله بشكرك شكرا جزيلا زميلي عزيز كريم احمد، دي تقريبا كانت كل اخبار البعثه.